شكرا على هذا اللقاء بعدا والمواكبة ديال المهرجان. وهذا السؤال كنظن هذا السؤال عندك شوية كبير وشاسع وفيه ما يتقال بزاف، ولكن انا نحاول نظر من وجهة نظري الخاصة زعما والاستنتاجات ديالي الخاصة كممثلة خصوصا في الميدان. ف لا ننكر أن كاين هناك تراكم في السينما المغربية، والسينما المغربية قطعت أشواط كبيرة، يعني احنا كاين واحد التطور نوعي وكيفي وكم أيضا ما حسيناش به كيف ما وقع في بعض الميادين الأخرى في داخل المجتمع. فبالتالي أنا ما يمكنش نقول أن السينما المغربية هي بالنسبة لي أنا كتعرف انطلاقات وكبوات، يعني كنبني وكتجي شي حاجة أخرى ماشي كتبلوكي، ولكن بحال كيوقع واحد الفطور واحد شوية، إما كيكون على مستوى الشكل أو على مستوى المواضيع المناقشة في الأفلام أو في السينما، أو على مستوى الإنتاج بحد ذاته بالكم. من غير هذا كاين، أنا بالنسبة لي أنا كاين أفلام كبيرة عرفناها في المهرجانات كبيرة، وخصوصا هاد السنه هذه راه كنا عايشين العيد هاد السنه هذه بفوزي، باسماء المدير، بزاف ديال بالولد اللي مشى لكان حتى هو، يعني رحنا عشنا اعياد في هاد السنه السينمائيه الجميله. فعلا كاين لان حنا كنشوفوه كنعيشوه، داكشي اللي بدينا هادي واحد 20 سنه مثلا على الاقل، انا اللي شفت انا واحد 20 سنه كنشوفوا الثمار ديالها دابا مثلا في المخرجين اللي وصلوا على الاقل العالم الاوروبيين مثلا، المهرجان كان الى اخره. وي كاين تطور، كاين اجتهادات، كاين مجهودات جبارة من طرف المخرجين كيقلبوا أنهم يقولوا الكلمة ديالهم والرؤية الخاصة ديالهم للسينما المغربية، وخصوصا اللي كتطمح للعالمية. وكاين أشياء أخرى. التلفزة المغربية سؤال تهوى سؤال يحز في النفس، وملي كيتطرح عليا أنا كممثلة خصوصا سبقت أديت أدوار في التلفزة ومازال الناس وكتشوف أجيال أخرى اللي تعودت الإعادة، وهذا من حسن الإعادات اللي كتعاد الأعمال. انا ماشي غايبه على التلفزيون بحكم انكي كتشغل على الوسط ديالي اللي كنشتغل فيه، بحكم انكي كتشوفيني دابا في الافلام وكنشتغل في السينما. انا الادوار ديالي ما عرفتش واش ما كيناش او لا ما كتكتبش او لا كتكتب وما كتعطاش. مي انا اللي نقدر نقول هو انني انا منفتحه على التلفزيون، لان هو بدينا بالمسرح ودزنا التلفزيون ومن بعد مشينا للسينما، فانا منفتحه على الاعمال التلفزيونيه بشرط، من طبيعه الحال بشرط ماشي غير باش نبان، لان فعلا انا توحشت نبان الجمهور الواسع والعريض، لان ماشي كلشي كيمشي للسينما وماشي كلشي كيحضر المهرجانات، وتوحشت نبان ليهم حتى انا، وكيف ما الا كانوا الناس هما توحشوني. فما كرهناش الكتابات، يعني السيناريوهات تكون قويه ومسلسلات تكون قويه فعلا وتجمع. انا اللي كيبان ليا هي الظاهره ديال
ظاهرة محو عدم اشتغال على الأجيال، عدم التراكم، عدم اشتغال على التراكم. يعني كاين هاد ثقافة المحو اللي هي ماشي في صالحنا حنايا، اللي كان السول شي حاجة للدراما تلفزيونية. فمثلا ما يمكنش تجيب، يعني راه عندك مسلسل، الا شفنا مثلا غير الا شفنا المصريين مثلا اللي هما بناو فعلا، هما بناو يعني الهرم من اسفل الهرم. فكاين احترام للاجيال، ماشي احترام بالمفهوم انني خصني، لكن احترام على مستوى الكتابه. ففي عائله راه كتلقاي الاب والام والجده والاخ والبنت الصغيره الى اخره. فاحنا في الكتابه ماشي كنقول بالضروره، او على الاقل ملي كدير لي هذه العائله، فعلى الاقل خصك تحترم ان عندك واحد الساعه ما كناش كنلقاو شكون اللي يلعب الام، شكون اللي يلعب الجد، شكون اللي يلعب البطل الصغير لو جون برومي ولا لا جون بروميير، ما كناش كنلقاوهم. في حين ان الان كاين تراكم ديال الممثلين، عندك الجده والجد والام ولا جون غران مير والجده الصغيره الى اخره. يعني الكتابه خصها تكون شويه توسع، وما نحاصروش في واحد ربعه ديال الشخصيات كندوروهم في فضاء مغلق وعندنا كاميرا سهله توسع وكنمشيو وصافي، والام نقدروا نديبانيو غير هكا. لا، خصك تكسب لي فريمون، تكسب عائله بصح وفوالا. الأعمال التجارية في السينما مزيانة، لأن غادي تخلي بعد السينما عايشة، وغادي تخلي القاعات السينمائية تشتغل. هذا شيء جميل باش الناس تخرج من الهواتف ومن طابلات ومن لي طابلويدي توسا باش تمشي للقاعات السينمائية. هذا شيء جميل، وعندنا نجوم شباك تبارك الله دابا كاينين والحمد لله، سي بيان. هذه ظاهرة صحية، لان اللي جاي يشوف فيلم تجاري وكيطلبوا البوبليك، لانه هو الاغلبيه، ماشي لان الاقليه هي اللي تبغي تشوف فيلم دوتور مثلا. اقليه ما خصناش نكذبوا على روسنا. فاللي جاي يشوف فيلم تجاري ومبرمج موراه اولا في الاسبوع الجاي فيلم دوتور يقدر يرجع ليه. فهذا هذه عمليه صحيه. بالنسبه للتلفزيون، انا ما متفقاش، لان انا كنت من الناس اللي متسامحين، كنقول ان المجال مفتوح للجميع. ستوب، لان انا كنت كنقول ممكن يجي هذا، ممكن تجي مغنيه، ممكن تجي مي نو، باش نوصلوا ان مثلا كاين واحد، كاين ناس موهوبين، كاين ناس قراو، كاين ناس خريجي معاهد كثيره بغض النظر على اللي زاداك، اللي انا خريجه منه. يعني إلا كنتي انتي او انت مؤثر، فعندك المجال اللي كتاثر به ديجا. علاش غادي تدخلوا لي البيت؟ علاش تدخلوا لي الدار والاسره؟ كاين هو كيأثر في الناس اللي كتمشي تعبئ تليفونها وتفرج الى اخره مثلا. وكاين علاش انا غنجيبو الواحد ما بغيش يشوف هذاك المؤثر مثلا. ثانيا، الخطوره ديال هذا الشيء هو ان مثلا هاد المؤثرين ما كيشتغلوش بالاشياء اللي حنا نظن عليها، واللي هي قانون الفنان، واللي لان القانون خصو يحدد واحد الـ واحد الـ واحد الـ ان الفنان يشتغل في واحد المهنيه انطلاقا من الكاشي ديالو. بعدا خصو يتحدد الكاشي ديال الفنان في الوقت اللي كيجي مثلا واحد المؤثر هو ما كينقش معاه كاع هاد الكاشي هذا مثلا. فملي كيسمعوا الناس هاد الشيء كيصحابهم حنا راه غاليين ولا ما عرفت شنو ولا راه حنا، لا، راه كاينه الابجديات والاولويات والمينيموم ديال الشروط ديال الاشتغال. فما يمكنش انا نجي ونقول باسكو باغا نبان وباسكو ما عرفت شنو خصني نبان. انا حقا راه انا مؤثره خصني نبان في التلفزيون. لا، انا ما بقيتش، انا كنقول لك بلا غسيل الزوما صافي. ما بقيتش انا كنقول انا منفتحه على الناس. وثانيا حاجه واحده اخرى، الدوله خسرت فلوس على التكوين ديال واحد المجموعه ديال الناس، خسرت فلوس على التكوين ديال الناس كيقراو 3 سنين 4 سنين حتى 5 سنين في معاهد عليا. وانا اصدقائي وزميلاتي وزملائي اللي جاوا من بعدنا اجيال هي جالسه كتشومي دابا، وطاقات
يعني لحسن الحظ انهم البعض منهم كيشتغل في المسرح، وملي كتشوفي تشوفيهم في المسرح راه ما يمكنش، يعني طاقات، يعني طاقات ما نقدرش نوصفها لك. نتوما خصكم تفرجوا في المسرح باش تشوفوا كي دايرين. دونك علاش الدوله تخسر الفلوس على هاد الناس هادو وغادي يجلسوا بحال تقولي لي مثلا نقول لك انا خسرت فلوس على واحد الاستاذ باش نقريه، ولكن ملي غنجي نوظف انا ما غنوظفش الاستاذ، لا غنوظف واحد اخر اللي مشى دار واحد ليكول مع شي حاجه بريفي ولا شي حاجه ديالو وغنوظفو. راه ما يمكنش يعني، ما يعني لاحظتي حتى التعبير ما بقاش عندي ادوات التعبير على هذا الشيء، تيلمون لو سوجي كيضر. ان شاء الله دابا كاين فيلم اللي خرج هو ابي لم يموت، مازال غادي يدير العرض الاول ديالو ان شاء الله في السينمات المغربيه. كاين اشتغال على مسرحيه اللي دائما من كنلعب فيها وكندير لها الاخراج، وكاين فيلم اشتغلت مع سعيد حميش في لو ديرني فيلم ديالو اللي هو لا مير او لوان، اللي هو مخرج اكتسبناه حتى هو مخرج منتج جيد. كاين فيلم مع نور الدين الخماري اللي نتمنى انه يخرج، اللي سالينا التصوير ديالو هذه الصيف اللي فات، دونك فيلم ميرا لنور الدين الخماري. كاين فيلم متوسط لي باتول بن عزو اللي هو فيلم جميل ايضا سينمائي نتمنى يخرج. وكاين مساهمات اخرى كنساهم فيها مع دي جون في دي كور ميتراج اي تو سا، نتمنى لهم التوفيق ونتمنى هذا. بالنسبه للتلفزيون كاين فيلم فعلا مشروع فيلم ان شاء الله مع علي بن جلون، اللي هو بالامازيغيه ان شاء الله يتصور في سبتمبر. وكاين مشاريع اخرى سينمائيه نتمنى يا ربي نتمنى تحصل على الدعم ديالها باش تقدر تصور.